تعالوا نتأمل مع بعض حديث قدسي عشان نفهم روح أحبك ربي. وإحنا متفقين إن أحبك ربي برنامج قائم على التأمل. قال الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، معناها إن ربنا بيدافع وبيحارب من يحارب الأولياء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. مين اللي بيقول كنت؟ ربنا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. مدرك يعني إيه ربنا عز وجل يقول إن هو هيبقى سمعك، ربنا هيبقى بصرك، ربنا هيبقى يدك، ربنا هيبقى رجلك؟ على فكرة كلام مش سهل على الودن. حتى العلماء وقفوا وتحيروا في تفسير هذا الكلام. وعلى فكرة الحديث في البخاري في أصح كتب الأحاديث. العلماء بيقولوا إن هذه منزلة يصل إليها المحبين إلى الله عز وجل والمحبوبين من الله، منزلة يصل إليها من تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل اللي ربنا بيحبها. وده هدف، هدف أحبك ربي. كنت سمعه يعني ربنا يخليك تسمع اللي هو يحبه. وبعدين ربنا يفهمك أنت بتسمع بنور الله، فتفهم ما وراء الأخبار وما وراء الأحداث، بتسمع بنور الله. وكنت بصره يعني ترى ما يحب الله، ثم ترى حقائق الأمور وتفهم لما تشوف، فتكون بصير مش بس مبصر، تنظر للأشياء تفهم ما وراءها. وكنت يده يعني ربنا يبارك في إيديك وفيما تمتد له إيديك، فيبقى التراب في إيدك ذهب، ولا تمتد يدك إلا إلى كل خير يرضاه الله. وكنت رجله التي يمشي عليها. عارف يعني إيه؟ يعني ربنا يبارك خطواتك في الدنيا، يعني ربنا يمشيك لكل خير، يعني ربنا يبارك في عمرك وانت كل شوية بتتقدم بخطوات في الدنيا وإلى الله عز وجل. هتبقى واحد تاني، هتبقى واحد تاني لما تبقى ولي تتقرب إلى الله بما يحب من الفرائض والنوافل. هو ده أحبك ربي، هو ده أحبك ربي. تعلم ما يحب الله وكيفما يحب، هو ده أحبك ربي. البحث عن مراضي الله عن طريق فعل ما يحبه رب العالمين من الفرائض والنوافل، عشان نبقى أولياء فربنا يدافع عنا، عشان نبقى أولياء فيكون ربنا سمعك ويكون ربنا بصرك ويكون ربنا يدك ويكون ربنا رجلك. هو اللي قال كده، هو اللي قال كده وفسرها أهل العلم زي ما قلت لحضراتكم.